خليك عارف إن بداية اتصالك الصحي والسوي مع المحيطين أساسه وبدايته هو اتصالك الذاتي الإيجابي. لو أنت بتتواصل مع نفسك بشكل مدمر، بشكل سلبي، كله نقد ولوم وعدم محبة، ده هيأثر بالسلب على انتقادك وعلاقتك وتواصلك مع المحيطين. البداية دايما في علاقتك مع نفسك. لو أنت اتصالك الذاتي إيجابي مدعم، ده هيديك باور وهيديك مرونة ونضج في التعامل مع المحيطين، وبالتالي علاقاتك هتكون أكثر سواء وأكثر صحية، وهتبعد عنك العلاقات السامة المؤذية، وإنت نفسك مش هتكون من مصاصي الطاقة.